بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة واحدة حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. الجزء الثالث من برنامجنا النهاردة هنكمل مغامرات عادل وعلاء، وهنعرف القانون الثالث في موضوع الصحة النفسية. لو تفتكر القانون الثاني مش الثالث، احنا خدنا القانون الأولاني، هنعرف بقى بالظبط ايه قصة القانون الثاني. لو تفتكروا احنا لما بنيجي نتكلم على مثلث الصحة، وهو ده الاستراتيجي بتاع البرنامج بتاعنا الفترة اللي جاية، واتفقنا ان هو عبارة عن ثلاث رؤوس مثلث، عبارة عن يجي في قمة المثلث فوق الغذاء، وممكن المثلث قدام حضرتك دلوقتي على الشاشة بنتكلم على الغذاء، واتفقنا الغذاء هي البيز اللي احنا بنبني عليه كل حاجة، واتفقنا ان اساتذتنا علمونا الغذاء قبل الدواء. الضلع الثاني بنتكلم على الرياضة، الضلع الثالث بيجي العلاج فيه، وكل دول مرتبطين بالحالة النفسية. عشان كده احنا هناخد الحالة النفسية النهاردة، هناخد القانون الثاني في الحالة النفسية. الفقرة الثانية النهاردة هنكمل سلسلتنا مع التغذية العلاجية. لو تفتكروا احنا من حلقتين كنا بنتكلم عن التغذية العلاجية في الأطفال وفي الحوامل. هناخد النهاردة قصة الحرق، هنعرف يعني ايه حرق، وايه الحاجات اللي بتزود الحرق، وهل الحرق مثلا مرتبط بفصول السنة، هل الحرق مرتبط بالسن، هل الحرق عند الرجال اكتر ولا السيدات اكتر. هنعرف كل ما يخص الحرق في الجزء الثاني من حلقاتنا النهاردة. الجزء الأولاني بتاعتنا الكبسولة، والكبسوله اللي احنا ادمناها هي بقى لها معانا كذا في كذا حلقه بنتكلم على الادمان. ونتكلم النهارده على موضوع جديد جدا بس منتشر جدا مع الاسف في المجتمع المصري، هو الشابو. الشابو هنعرف يعني ايه الشابو ومنتشر ازاي وايه الجديد فيه. خلينا قبل ما نطلع فاصل، دايما كنا بنقول ان برنامج صحتك ثروتك برنامج مسابق بخطوات. وليه بقى مسابق بخطوات؟ انا بالصدفه ونادرا ما بتحصل كنت بقلب في التلفزيون ولقيت استاذنا الدكتور حسام موافي، استاذ الامراض البطنيه واستاذ الحالات الحرجه، بيتكلم على كورونا وقال عبارتين في احدى برامج التلفزيونيه. قال لك هو بيتوقع ان كل الناس ممكن يكون جالها كورونا، بس في ناس عملت تحليل وناس ما عملتش تحليل، ناس عرفت وناس ما عرفتش. هو انتقل للنقطه الثانيه اللي تخصنا احنا كبرنامج صحتك ثروتك، قال لك ان حاله الفزع اللي كانت عند الناس دي حاله مش صح. ليه؟ ما ينفعش تيجي النهارده تقول لي مثلا اصل في 50 حاله وفاه من فيروس كورونا. الداتا دي كده غلط. ليه؟ لان انت المفروض تقول لي في 50 حاله وفاه من فيروس كورونا، وكم حاله من الاسهال، وكم حاله من الحوادث، علشان الفزع اللي حصل عند الناس ده. وده يفكرنا لو تفتكروا احنا من سنه بالظبط احنا استعرضنا الداتا دي وقارنا ما بين حالات الوفاه في الامراض المختلفه، واكتشفنا ان فيروس كورونا يجي في المرتبه الاخيره. هو الراجل بيقول احنا ناخد الاحتياطات الاحترازيه بتاعتنا والتباعد الاجتماعي بتاعنا، ولكن من غير فزع وهلع. عشان كده دايما بنقول برنامج صحتك ثروتك برنامج مسابق بخطوات، برنامج مسابق بخطوات. وعشان هو مسابق بخطوات احنا لازم نطلع فاصل ونشوف بقى الكبسوله هتودينا على فين. فاصل ونواصل. بتعاني من الالام المفاصل؟ بتعاني من خشونه الركبه؟ عندك مشاكل في العظم؟ بيكساش جل أول منتج متخصص لجميع آلام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضا الليلية. بيكساج جل مش جل واحد، لأ ده اتنين، واحد نهاري باللون الأزرق علشان لو بتعاني من الآلام ووجع وانت رايح شغلك الصبح أو مش عارفة تعملي شغل البيت، والتاني ليلي أحمر ده عشان تعرف تنام بشكل طبيعي وبهدوء. بيكساج جل حصل على تصريح وزارة الصحة. بيكساج جل النهاردة مستحضر مكون من أعشاب طبيعية، مستحضر في صورة جديدة صورة البامب، مستحضر بنستخدمه صباحا بنستخدمه مساء. نصيحة مني، البيكساج جل هو رقم واحد في كل الألام المتزمنة. بيكساج جل والأول مرة جل مزود ببامب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة. بيكساج جل متوفر بعبوتين، كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل. للحصول على بيكساج جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية. احصل على خصم 20%.